توجيههم وحرص الدائم على مد يد العون لهم والارتقاء بالمستوى العلمي في هذه الأكاديمية. أنت سفيرة لدولة الإمارات في الجانب القضائي كونت. نعم. إذن مشاهدين الكرام في هذه الأثناء نرى وصول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى أكاديمية شرطة دبي. هذا بدي يعمل لنا مشكلة. دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. Yeah.
عبر التخريج جهاز التفتيش سيد عمرك سيد
سيد. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الحفل. سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين. سيدي السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. أصحاب السمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام. سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي. سيدي سعادة اللواء خميس مطر القائد العام بنيابة. سادة أولياء أمور الخريجين السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ها هي الأكاديمية وكما عودتنا في عرسها السنوي تخرج اليوم كوكبة من ضباط الأمن. عدا أن نهلوا من معين أحدث العلوم والتقنيات في العالم لتضاهي أشهر المؤسسات الشرطية والأمنية العالمية
تأكيدا على مكانتها بأنها الصرح الذي يحوي المعرفة والتدريب والتأهيل بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات الأمن والقانون. وخير بداية لحفلنا هذا تلاوة عطرة لآيات من الذكر. يتلوها على مسامعنا الطاقم الطالب المرشح راشد المرزوقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. أما الآن فنستمع إلى كلمة الأكاديمية تقدمها الملازم أول طبيب شرعي روضة الشامسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الحفل. سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين. سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. أصحاب السمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام. سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي سيدي سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة مديري الدوائر والإدارات العامة ممثلي الوفود العربية الطلاب الخريجين السيادة أولياء أمورهم السيدات والسادة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو راعي الحفل، يوم عظيم من أيام شرطة دبي تحتفل فيه الأكاديمية بتخريج دفعة جديدة من خيرة أبنائها طلاب الدراسات العليا وطلاب الدفعة 20 المرشحين.
ومما يزيد من قدر هذه المناسبة أنها تتواكب مع احتفال الأكاديمية بمرور 25 عاماً على إنشائها، وهي منذ نشأتها وإلى اليوم تسير في طريق التميز والريادة، حتى أصبح الجميع يشيرون إليها بالبنان وينظرون إليها بكل تقدير واحترام. سيدي راعي الحفل، إن الأكاديمية لم تحصر دورها في تأهيل الطلاب المرشحين ليكونوا ضباطا، ولكنها تؤهل الكثير من غيرهم للحصول على الليسانس في القانون، كما وأنها تقوم بدور رائد في العطاء الاجتماعي. كذلك فإن الأكاديمية قد توسعت كثيراً في البرامج الدراسية التي تنفذ بها بدءاً من مرحلة الليسانس وحتى منح درجة الدكتوراه، فلقد بلغ إجمالي عدد البرامج الأكاديمية المطروحة بها 14 برنامجاً متنوعاً ما بين العلوم القانونية والعلوم الشرطية وحقوق الإنسان وتأهيل الطلاب الجامعيين. سيدي صاحب السمو راعي الحفل، بمناسبة تشريفكم لنا في هذا اليوم، نود أن نزف إليكم بشرى اعتماد مبادرة سيدي معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم لبرنامجي حقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية التي أطلقها العام الماضي، حيث تم تصنيف هذه المبادرة على أنها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للتقرير الوارد قبل يومين من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي. القيادة العامة لشرطة دبي قد اهتمت اهتماماً كبيراً بأن تقوم الأكاديمية بتأهيل العنصر النسائي، إيماناً منها بأنهن يؤدين مهامة كبيرة في العمل الشرطي، ولعلنا نشاهد اليوم إحدى قطوف ثمار هذا التأهيل. سيدي صاحب السمو راعي الحفل، إننا نقدر لسموكم تشريفكم لنا، فحضوركم بالنسبة لنا جميعاً ولأبنائك الطلاب خير دافع لهم ليستلهموا أقوى حافز لهم وهم يبدأون خطواتهم الأولى في حياتهم الوظيفية لحمل أقدس رسالة، ألا وهي رسالة الأمن، وهم يعاهدون سموكم بأن يكونوا من الأقوياء في نصرة الحق، ومن الأشداء في الوقوف في وجه الظلم، ومن الحريصين على الاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة، وخير حماة للوطن ولكل من يقيم على ترابه الغالي. وفق الله سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاكم الله سيدي، وسدد على طريق الخير خطاكم، وحمى الله دولتنا الحبيبة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وحقق لها المزيد من التقدم والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للملازم أول طبيب شرعي روضة الشامسي على الكلمة. ما هي جدمة؟ إلى الباب! مؤثر! Thank you.
سيؤدي الخريجون انشودة بعنوان يا خليفة من كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحاني المقدم محمد الشاعر مدير إدارة الموسيقى بأكاديمية شرطة دبي والتوزيع الموسيقي للأستاذ شاركانولي عبد القادر بمعية الفرقة الماسية لأكاديمية شرطة دبي. Thank you.
أكاديمية شرطة دبي، هي المصنع الأساسي لإنتاج الرجال وصقلهم، وهي المدرسة الأولى لغرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته وشعبه. هؤلاء الرجال الذين أقسموا على مواصلة المسيرة، مسيرة الاتحاد وسير على خطى مؤسسي الدولة، الوالد القائد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وعروض عسكرية متقنة دليل وبرهان ساطع على أن أكاديمية شرطة دبي هي المصنع الأساسي لإنتاج الرجال وسقلهم، وهي المدرسة الأولى لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته. نعم، إنهم رجال الإمارات الذين تعقد عليهم الآمال لبناء صروح المجد والمساهمة في بناء الحضارة وتحقيق الإنجازات.
ما ترونه أمامكم اليوم هو ثمرة التخطيط والإشراف والمتابعة المتواصلة من قبل سيدي معالي الفريق صاحي خلفان تميم القاضي العام لشرطة دبي ونائب سيدي سعادة اللواء خميس مطر المتهنة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية وتنفيذ سيدي سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية وإدارات ومدربين وأعضاء هيئة التدريس تضافرت جهودهم جميعاً إنها منظومة متكاملة كانت وراء هذا الفخر والاعتزاز لتخريج كوادر من القادة الذين سيلتحقون بإخواننا من الدفعات السابقة لقيادة مسيرة التقدم والحضارة. أمام عيونكم ثمرة أربعة أعوام مضت من الجهود المضنية والعمل الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار تدريبات عسكرية طابعها الشدة لياقة بدنية عالية لبناء رجال الأمن الذين تطمح إليهم قياداتنا قوية تحدي وفوق كل ذلك إيمان راسخ وعزيمة جبارة لا تلين تلك هي الصفات التي يتحلى بها خريجو هذه المؤسسة العريقة أكاديمية شرطة دبي. لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر يتقدم الآن أوائل الخريجين من الدفعة الـ20 ليتم تكريمهم من قبل سيدي راعي الحفل
كما يشرفنا أن ندعو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتفضل بتكريم أوائل الخريجين. الأول في المجموع العام هو الحاصل على سيف الشرف بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف طالب مرشح هيثم بن خميس بن محمد الصبحي من سلطنة عمان الشقيقة تقدم. الثاني في المجموع العام والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الطالب مرشح محمد بن سعيد بن عبد الله الجهوري من سلطنة عمان الشقيقة تقدم. الثالث في المجموع العام والأول في التدريب العسكري والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف طالب مرشح هيثم بن سالم بن ناصر الصقري من سلطنة عمان الشقيقة تقدم. الأول في الأسلحة والرماية طالب مرشح محمد سرور حمد سعيد بن ياس الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم. الأول في السلوك المواظبة طالب مرشح محمد علي بن أحمد الراشد من دولة قطر الشقيقة تقدم. قائد الطابور والمراسم طالب مرشح عبد الله إبراهيم هاشم أحمد عبد الله الأميري من دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم. شكراً لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتفضله بتكريم أوائل الخريجين. سيدي فارس التميز والإنسانية وملهم الأجيال، نشعر دائماً بالتقدير والامتنان والعرفان إلى سموكم الكريم على ما توليه لنا من رعاية واهتمام للكوادر الوطنية من خلال تسخير كافة الإمكانات المعنوية والمادية من أجل الارتقاء بمستوياتها المختلفة وتطوير كافاتهم
وصقل مهاراتهم وتحويلهم إلى كوادر فاعلة مؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تسير عليها دولتنا بخطى ثابتة. ما بالدروس؟ يتم تسليم العلم من الدفعة 20 إلى الدفعة 21، تسليم الأمانة ثم قسم بالتضحية، التضحية بالغالي والنفيس، لكي يبقى علمنا مرفوعا عاليا يرفرف في سماء دولتنا. بالله العظيم أن نحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا.
بحق وأمانة. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه. يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه. يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه. استاذنك بسرعة طابور تخريج سيد. أمرك سيد. الحفل بالانصراف لكي يشقوا طريقهم وينطلقوا إلى العلا ويرتقوا سلم المجد واللحاق بإخوانهم الذين سبقوهم من الدفعات السابقة للمشاركة في صناعة أمجاد أمتنا وأوطاننا وبناء حضاراتنا. الذين تربوا في مدرسة محمد بن راشد، تربوا فيها على حب الوطن، حب العطاء،
حب التضحية، حب التفاهم. نعم إنهم ثمرتكم، غرسكم وترجمة رؤيتكم الباقمة التي أصبحت واقعا ملموسا حينما أمرتم سموكم ببناء أكاديمية شرطة دبي. هذا الصرح العلمي الشاف. بناتك يا سيدي صاحب السمو من خريجات شرطة النسائية بشرطة دبي اللاتي يحظين برعايتي ودعم لا محدود من قبل معالي القائد العام لشرطة دبي ونائبه لتمكين العنصر النسائي وإشراكه إلى جانب الرجل في بسط القانون وحفظ النظام. ها هن يمررن أمام سموكم بشموخ المرأة الإماراتية، إنهن شقائق الرجال حفيدات خولة والخنساء يشاركن في خدمة وبناء الوطن لتعزيز مسيرة أمنه واستقراره وصناعة مستقبله. شرطة دبي بأهمية العمل الشرطي وضرورة تأهيل منتسبيها في شتى المجالات والأنشطة العلمية والعملية التي تتناسب مع سمعة وكفاءة شرطة دبي وما وصلت إليه من عالمية ارتأت إدخال العنصر النسائي في مجال مكافحة الشغب، وذلك لمواكبة التطور. كما تعتني القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية الإعداد البدني الجيد لجميع منتسبيها من الجنسين، وتعد فئة مكافحة الشغب نسائية الأولى من نوعها في الإمارات والوطن العربي إن لم يكن على مستوى العالم. وهذا يدل
دلالة واضحة على أن بنت الإمارات قادرة على تخطي الصعاب وقادرة على أن تقتحم كل مجالات العمل بما فيها الأعمال التي كانت حكراً ولما تزل في بعض الأوساط حكراً على الرجال. وصول ناقلات عناصر مكافحة الشغب إلى مكان الحدث إثر ورود بلاغ من غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود حالة الشغب. ونشاهد الآن نزول عناصر مكافحة الشغب من الشرطة النسائية ووقوفهن بطريقة السد المنيع في وضعية الاحتراس، وذلك استعداداً للتعامل مع المشاغبين في حالة عدم انصياعهم للقانون. يتم الآن تقدم عناصر مكافحة الشغب إلى الأمام ودفع المشاغبين بعد رفضهم الانسحاب السلمي. حيث يتم استخدام الترس في عملية الدفع للمخالفين إلى الخلف، وتستخدم العصا للدفاع عن النفس في حالة المواجهة المباشرة أو في حالة استخدام المشاغبين أدوات قد تؤذي عنصر الشغب. في حالة تطور الشغب واستخدام المشاغبين العنف والتخريب، تتقدم عناصر التونفا بحماية التروس للتعامل مع المشاغبين بطريقتين: المسح والتموج والضربات القاضية. يتقدم الآن عناصر بندقية البيبر بول برمي المتظاهرين والتعامل معهم، وهذه البندقية تعتبر من أسلحة الغير قاتلة مستخدمة في مكافحة الشغب، حيث تقوم برمي الكرات المائية المخصصة للنساء والأطفال، وتستخدم الكرات الملونة لتحديد محرضي الشغب، حيث تعطي إشارة لعناصر القبض من أجل القبض عليهم. مع تطور حالة الشغب وارتفاع حدة العنف، تتقدم سرية الشغب وتقوم برمي القنابل الصوتية والرهبة في نفوس المشاغبين وتفريقهم،
وتتقدم بعد ذلك مجموعات القبض برفقة الكلاب البوليسية وعناصر البيبر بول للقبض على محرضي الشغب المحددين سلفا. تتقدم الآن مجموعات عصا تونفا والآن تتقدم مجموعات عصا تونفا للاستعراض بالعصا وإظهار فنونها القتالية في حركات مركبة باستخدام عملية التموج والمسح وضربة القاضية، حيث تستخدم هذه الحركات في الدفاع عن النفس بطرقها العديدة والمختلفة. وتعتبر عصا تونفا أحد الأسلحة الغير قاتلة المستخدمة في إدارة مكافحة الشغب، حيث يستطيع العنصر المتدرب والمتقن لها دفاعا عن النفس بأكثر من جهة. يتم الآن عرض كاتا عصا تونفا المدموجة بحركات الدفاعية والهجومية. هي حركات مركبة تعتمد على اللياقة البدنية العالية والمهارات الفنية التي يجيدها العنصر في استخدام العصا، إظهار قدراته البدنية في الدفاع والهجوم بأعضاء الأساسية مثل اليدين والرجلين. بذلت إدارة الطوارئ بالإدارة العامة لأمن الهيئات ومنشئات الطوارئ وإدارة الخيالة وإدارة التفتيش الأمني جهوداً مضنية لتدريب وتأهيل فئة مكافحة الشغب للشرطة النسائية، وكان ذلك تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال مكافحة الشغب. وتعد هذه الفئة هي النواة والنبتة الأولى في مجال مكافحة الشغب، وقد نبعت فكرة تكوين فئة خاصة بمكافحة الشغب من الشرطة النسائية إيماناً من القيادة العامة لشرطة دبي بتعاليم الدين الحنيف والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، حيث تعنى هذه الفئة بالتعامل مع مثيري الشغب والفوضى من جنسهن احتراماً للخصوصية التي تتميز بها النساء. فشرطة دبي شرطة مجتمعية تؤمن بالقيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق العربية الأصيلة. وفي الختام شكراً لكم يا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تشريفكم لنا في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الأكاديمية، على أمل اللقاء في تخريجات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، ننوه لكم بأنه سوف يتم توزيع الشهادات على خريجي الدفعة 20 في قاعة الشيخ مكتوم بن راشد.
إذن مشاهدينا كل الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكريمه الخريجين وتواجده في هذه الدفعة وتخريجه للدفعة 20 من الطلاب المرشحين من كلية أكاديمية كلية شرطة دبي وأيضا الطلاب أصحاب حملة الماجستير وحملة الدكتوراه كما شاهدنا مشاهدينا الكرام وللمرة الأولى نجد فرقة شغب نسائية في العالم كل الشكر والتقدير لإدارة الطوارئ في شرطة دبي على تهيئة هذه أيضا هذه المجموعة المختصة بالنساء اليوم شرطة دبي تتبوأ المناصب العالمية الأولى واليوم أيضا تولي المرأة أهمية كبرى وتتبوأ أيضا المناصب العالمية الأولى نتابع إذن مشاهدين الكرام الخيالة أثناء انصرافهم من ميدان العرض المنصة الرئيسية التي تكتظ أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء أيضا